اسمي ياسمين صبري تريجري سبيشالست في شركه ساميكس ايجيبت. انا شايفه ان الكورس ده ات واز ا مانديت. اي didn't have any background في التريجري ولا فاينانس ولا حتى كوميرس. انا اوريدي graduate من Faculty of Alsun English Department in German. I decided to shift the career. بالنسبة لي كانت الكورس يعتبر somehow يعني نقطة تحول, لأنه ساعدني أفهم حاجات كتيرة جدا في الـ department, في شغلي الـ practical. ابتديت أشتغل وأعمل application through الشغل, وفي نفس الوقت ببقى شايفة أو عندي knowledge من الـ course. الفترة اللي فاتت حسيت إن أنا جمعت مثلا 90% من الـ information الـ needed في مجال التريجري, والحاجات يمكن الباقية دي حاجات بسيطة جدا الإنسان كان acquire من الـ experience. مينا حد جميل جدا, ديديكيتيف جدا في شغله, يعني somehow ملهم, يعني لانه انا شايفه ان هو طور من نفسه وديفلوبت البيزنس بتاعه بشكل بوزيتيف جدا في وقت يعتبر قياسي, وعنده شويه اصرار تحدي. فمن هنا وصل ان هو بقى ماسترينج سيرتيفيكت, انا شايفاها من اهم السيرتيفيكتس الموجوده في الفيلد بتاع التريجري دلوقتي. دمه خفيف جدا في الكورس, فما كانش بيخلينا نحس انه الوقت طويل, بالرغم ان احنا كنا بنحضر سيشن مثلا مدتها 5-6 ساعات. كانت بتبقى لذيذه لانه فيها مواقف كوميديه, وفي نفس الوقت حاجات بيتكلم معانا في ريل اكسبيرينسز من البانكينج سيكتور. somehow كانت بتخلينا برضو نريليت اللي احنا بناخده في الكورس, وفي نفس الوقت يبقى يعني ثيوريتيكال وبراكتيكال. ما بخلش على حد تقريبا انه يعني يفهمه حاجه, او لو حد محتاج مساعده في حاجه يعرفها له او يقعد معاه اكسترا تايم. I would like to thank him. Finance بالنسبة لي كان يعتبر somehow عالم غامض, ما كنتش أعرف عنه information تقريبا. يعني أنا كنت فاكرة أن أنا أعرف عنه حاجات بسيطة, لا أنا ما كنتش أعرف عنه أي حاجة. أقدر أقول right now أن أنا عندي فكرة كل حاجة ماشية إزاي, transactions بتمشي منين لفين, الباث بتاعها عامل إزاي, how can we track them, حاجات كتيرة قوي غير الجزء ده شايفاها أنا بقى عندي, بقيت أوير بيها, بقى عندي knowledge وinformation أقدر أستخدمها في شغلي أفيد بيها غيري. على قد ما كنت بعتبر إن الفاينانس شوية صعب ومش سهل إن واحد يفهمه, بس لما ابتديت أدخل فيه وأمشي فيه وأقرأ لقيته interesting جدا, ان انا اعرف methodologies وميكانيزم بتاع حاجات complicated وموجودة بنستخدمها في حياتنا العادية, وفي نفس الوقت موجودة locally وregional. definitely انا وجهة نظري عن finance وتقبلي لي اتغير totally after the course.